تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيت. وش عرفك يعني إن أهل بيتك هيبقوه؟ ده الله هو اللي أبقاه. وربنا بقى جه مفيش نسل للنبي، كلهم اتقتل، علشان يبين لك أنت إنه ممكن كنت تقضي عليهم كلهم ويفضل واحد بس من أولاد الحسين واثنين بس من اولاد الحسن والباقي مات واتقتل. ومن الثلاثه نخلف كل الملايين دول. النهارده اكثر من 25 مليون من آل البيت. انا اعطيناك الكوثر. الكوثر اللي هم الاهل الكثير دول. بعض الناس يقول لك نهر في الجنه ومش نهر في الجنه. كوثر. ليه بقى بقول ان دول الاهل؟ ان شانئك هو الابتر. بيقول يا محمد انا عندي 11 ولد وانت ما عندكش ولا ولد. مين ده اصلا اللي قال كده؟ ما نعرفش. تسع اقوال في التفسير مش عارفين مين اللي قال كده. طب ولاده مين؟ مش عارفين.